الاخوان، هاد السيده هادي راه في عمرها 18 عام، كتنعس حدا القبر ديال امها اللي توفات الله يرحمها ويوسع على ضيقات القبور. ناضت من حدا القبر ولات كتنعس في جرده هنا بمنطقه الرحمه، تكرفصوا على ثلاثه ديال الشباب مكاغولين، داروا ليها سيليسيون في وجهها ولا في نيفاش ماتو، غيبات، ربطوها من يديها ومن رجليها ومارسوا عليها بالقوه. هذيك الممارسه نتج عليها واحد الحمل. البنت دابا باقا صغيره حامله، ما عندها لا حنين لا رحيم. راجل ما اللي كانت فيه ضرت امل حتى هو طمع في البنت وبغى يتكرفص عليها بالقوه، هربات ولات كتنعس غير في الزناقه في القبر حدا امها، في الجرده كتطلع للمدينه. البنت ولات عايشه في العذاب، البنت ولات عايشه في العذاب. هاد البنت الاخوان اللي كتشوفوا قدامكم بنتنا، اختنا، وحده منا، مواطنه مغربيه وما غنتخلاوش عليها. في عمرها 18 عام ما عندها لا لاكارت ناسيونال لا ورقه لا جوج، ما عندها حتى شي حاجه. ماتت امها الله يرحمها، امها اللي كانت مقابلها ماتت، ومسكينه كانت كتمشي تنعس حدا القبر ديال امها، لان راجل امها طلع ماشي راجل على حد القول ديال هاد السيده هادي. كيبغي يمارس عليها بالقوه، كتنوض بالليل كتلقاها ناعس حداها في الدارع عبد الله، هنا في ابارتمون بالرحمه في الاندلس، كتجري عليه في عمره 44 عام. بعض المرات كتنوض الصباح كتلقى عنقها عامر بالمصان، عامر فمها، عنقها عفوا عامر بالمصان. وفاش كتخرج كتبغي ديكلاري كتخاف، كتقول لك يقدر يدير لي شي حاجه، يقدر، خافت. البنت باقا صغيره ما عارفه والو. زيده في 2006. شنو سميتك بنتي؟ هبه. هانتوما خوتي في انتظار تدخل العناصر الامنيه باش يحضنوها ويحيلوها على الشرطه القضائيه، ومن بعد يديوها لشي جمعيه ديال النساء في وضعيات صعبه. حنا كنتواجدوا في منطقه الرحمه مع هبه اللي في عمرها 18 عام، وقع لها هادشي كامل هنا في الرحمه. شدوها ثلاثه ديال الدراري، ربطوها من يديها ومارسوا عليها. اش هادشي ولينا عايشين فيه؟ وهادشي فين وقع؟ في الجرده ياك؟ نوريكم هادشي فين وقع، اجي معايا هبه. نوريكم هادشي فين وقع. واش نوريكم هادشي فين وقع؟ وقع هنا في الجرده اللي حدا بيم. وقع هنا في هاد الجرده اللي حدا بيم، فهاديك الجرده ياك هي باجي عندي هنا بنتي عافاك، فهاديك الجرده فين وقع لك داكشي ياك؟ بالليل بالنهار معاش بالضبط؟ بالليل. شحال تقريبا دابا ديال الوقت باش وقع لك هادشي؟ تقريبا سيمانه ولا شهر ولا شهرين ولا شنو؟ مبقيتيش عاقله؟ النهار بالضبط شي نهار ما عقلتيش عليه؟ جمعة بالليل، ولكن ما عقلتيش واش ديال الشهر اللي فات ولا السيمانه اللي فايته ولا ما عقلتيش؟ علاش ما عقلتيش؟ كتستعملي شي حاجه المخدرات؟ كديري والو؟ البارطاج عافاكم، بارطاج عافاكم باش توصل لجميع المسؤولين هنا بمنطقه الرحمه، باش يعرفوا بان راه واحد البنت في عمرها 18 عام تعرضات للاغتصاب في هذه الجرده ديال منطقه الرحمه. دائما حسب الاقوال ديالها، شدوها ربطوا لها يديها ورجليها وبقاو عليها حتى دابا حملات، ما عارفاش راسها من حامله، ما عارفاش راسها من حامله. عباد الله اش هادشي ولينا عايشين فيه؟ البنت يتيمه، ما عندها لا حنين لا رحيم، ما عندها حتى شي واحد. ما اللي كانت عندها راه ماتت الله يرحمها، كانت كتمشي تنعس مسكينه حدا القبر ديال امها، حسات بشي حاجه ماشي هي هذيك، ناضت من حدا القبر، جات نعسات في الجرده هذه وشدوها مارسوا عليها. يلا الاخر ما سمعوك الناس، ما سمعوكش الجيران، كيفاش وقع لك؟ تي نعسات جاو شنو حطولك؟ داروك على نيفك هكا؟ غيبتي وداروا لك اللي داروا، ما حسيتي بوالو، اتفقتي لقيتي
لا حول ولا قوة إلا بالله. في انتظار تدخل المصالح الأمنية بخصوص هادشي اللي كتقول هاد البنت اللي في عمرها 18 عام خاصها تاخذ حقها أنها مواطنة مغربية وشابة في عمر الزهور ويتيمة ما عندها شي واحد سوى الله سبحانه وتعالى والمغاربة اللي غادي يوقفوا معها. سميتها هيبة، عندها 18 عام، غتشوفوها من بعيد غتقولوا في عمرها 14 ولا 13 عام ولا 15، ولكن في عمرها 18 عام زيدة في 2000. شكون اللي قلتي زيدة في 2006؟ ماماك. باش ماتت ماماك الله يرحمه القلب. لا حول ولا قوة إلا بالله. بغيتكم عافاكم كاملين تبارطاجيو هذا اللايف باش هيبة تاخد حقها. هيبة تاخد حقها، راه هادشي اللي وقع ليها راه صعيب بزاف. تخيل معايا تكون ناعسة في جردة حيتاش يتيمة وما عندك حتى شي واحد، ويجيو ثلاثة ديال الوحوش الآدمية يمارسو عليك ويخدروك. بغيت هادشي يوصل لجميع المسؤولين مدينة الدار البيضاء وبالأخص منطقة الرحمة. في انتظار تدخل العناصر ديال الدائرة الأمنية تابعين لهذه المنطقة، غادي نوصل على نهاية هذا البث المباشر، نتلاقاو في بث آخر إن شاء الله. تبقاو على خير.